سبحان الله يتأثر في قوة الذاكرة السجدة طويلة، سبحان الله. يعني تطول في سجدك قد ما تقدر، لأن من هنا كل ما ياخذ طاقة سلبية وكل ما تذكر رب العالمين ينزل عليك الطاقة الإيجابية، ما شاء الله فكيف يكون؟ ما شاء السلبية الله راح والإيجابية جاء، راح الظلمة وجاء النور، ما شاء الله، هذا فكيف؟ إبداع يا سيدي محمد، سبحان إبداع الله، جميل ومفيد جميل هذا للطلاب الشيء، اللي يتابعوا البرنامج والعائلات، يعني كلام رائع جدا. نعم سبحان الله.